فرصة النهاردة أحكي وأتكلم عليها عن جمايل، نفسي أرد حاجة فيها. البسلة من يوم ميلادي واقفة جنبي وشايلة همي، وعلمتني ما كلش غير بعد ما سمي. لبنان أنا شفت حلاوة الطلة ما فيش منها في البلاد برة، ولا حتى بنين في القارة مهودي عليها جمال. كانت بسبب طالب صاحبي جسمه حلو فعايز يجربه كده من النظرة الأولى، خدني ضحكته مش معقولة، سابني بسأل روحي وقلبي أنا هعمل إيه. سوبر باور أكون إيه هي؟ حاجة نستخدمها في الخير يعني. بروح الجيم. الغباء لو ذكائي في مرة خاني تفهميني، لما أأسف يوم تحني. الجدعنة اول مصروف خدته مثلا ربع جنيه.